فترة صعبة بتعيشها الفنانة المصرية هنا الزاهد بعد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمي، زيها زي أي ست. فحتى لو كان قرار الانفصال عن اقتناع، لازم هتعيش حالة تخبط وقلق وحزن. صحيح إن جوازهم ما استمرش غير 4 سنين، إلا إنها اتجوزته بعد قصة حب، وأكيد هتتأثر نفسيا بقرار صعب زي ده. أول حاجة فكرت هنا تعملها بعد الانفصال في محاولة إنها تهدي نفسها ومشاعرها إنها تتوجه لله، وطبعا مفيش أجمل من زيارة بيت الله الحرام. فراحت عملت عمرة، غسلت حزنها وبعدت تماما عن الأضواء والإعلام، ما كانتش بترد على الاتصالات، وقررت الاستمتاع بلحظات روحانية خاصة تفصل بيها عن الحالة الصعبة اللي بتمر بيها. هنا ما حرمتش الفانز بتوعها من مشاركتها رحلة العمرة بصورة من داخل الحرم المكي، ظهرت فيها بوجه مبتسم وكتبت عليها: بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكد لي فيها بلطفه إنه بيحبني، وبعت لي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه في حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق. أصدقاء هنا من النجوم ومتابعينها هنوها بالعمرة وتمنوا إنها تكون بداية صفحة جديدة من حياتها، في الوقت اللي ربط منهم بين الحاجات الجميلة اللي مستنياها برجوعها للفنان والمنتج المصري هشام جمال، باعتبار إنه لسه ما اتجوزش لحد دلوقتي رغم انفصالهم من قبل ما ترتبط بأحمد فهمي. حياتها هنا العاطفية من بداية دخولها المجال الفني كانت بعيدة تماما عن الأضواء، لحد ما انتشرت حكايتها مع الفنان والمنتج المصري هشام جمال، والموضوع زاد بعد مشاركة هنا في بطولة مسلسل لالا لاند اللي كان من تأليفه، ومغازلة الثنائي لبعض بصور نشروها بتجمعهم من مناسبات مختلفة. الفنانة المصرية شيماء سيف كانت صديقة مشتركة بينهم، وتعمدت الكشف عن العلاقة دي لما استضافت هشام مع فرقته الغنائية بوي باند في برنامجها 3 في 1، وأجبرته على اختيار عروسة بين أكتر من نجمة زي هيفاء وهبي ونانسي عجرم وياسمين صبري، لحد ما ظهرت هنا الزاهد. وهنا لمعت عيونه وضحكت شيماء ضحكة قوية في إشارة إلى إنها عارفة إجابته، وفعلا اختار هشام يتجوز هنا وقال: هي حلوة قوي ما شاء الله. شهور طويلة مرت على انتشار موضوع علاقتهم واستعدادهم للارتباط الرسمي، ومحدش فيهم أكدها أو نفاها، لحد ما فاجأت هنا الكل بمنشور كتبت فيه: أنا وهشام جمال مش مخطوبين، وعلاقتنا صداقة وعمل فقط. وبعدها حذف هشام كل الصور اللي بتجمعه بهنا، وكمان ألغى متابعتها على انستجرام، وده اللي وضح نهاية علاقتهم بشكل نهائي. وبعد فترة قليلة احتفلت هنا بخطوبتها لأحمد فهمي، واحتفلوا سبتمبر 2019 بزفافهم بحضور كوكبة من ألمع النجوم والمشاهير. أما هشام في كلام كتير اتردد عن وجود علاقة عاطفية بتجمعه بليلى أحمد زاهر، خاصة بعد ما تبناها فنيا وحلت عنده محل الفنانة المصرية دنيا سمير غانم اللي بعدت عن الأضواء بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز. ساعتها ملقاش قدامه غير ليلى اللي حلت محل هنا في تقديم برنامج هزدر فزدر، لدرجة إنه شاركها بطولة أول عمل ليه كممثل في مسلسل في بيتنا روبوت. هشام وليلى تجنبوا التعليق على إشاعات ارتباطهم، لحد لما لمحت الفنانة الشابة إن علاقتها بهشام ما تتخطاش حدود الإخوة والصداقة، وده في بوست شكرته فيه على وقوفه جنبها خاصة في أول كليب غنائي ليها، وكتبت فيه: طول عمري بقول إنك دايما بتكون سبب في أي نجاح نجحته أو بنجحه في حياتي بعد ربنا، ما قصرتش معايا ولا مع الكليب لحظة، وكل حاجة خدت حقها الحمد لله، وده يدل على إنك راجل محترف جدا في الشغل. وعلى المستوى الإنساني أخويا وأقرب صديق ليا اللي دايما بيشجعني وفي ظهري. كلام ليلى قطع الشك باليقين في موضوع ارتباطها بهشام، بس انفصال هنا عن أحمد فهمي رجع الكورة في ملعب هشام من تاني، فيا ترى ممكن يرجع لحبيبته الأولانية؟